فضيلة الشيخ، ما حكم تخصيص زيارة القبور بيوم الجمعة وهل هناك مزية عن غيره؟ تخصيص زيارة القبور بيوم الجمعة ليس عليه دليل، وزيارة المقابر تكون في كل وقت، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه زار المقبرة في الليل ودعا لأهل القبور. ولو قال قائل ينبغي لكل إنسان حصل منه غفلة عن ذكر الموت أن يذهب ويزور المقبرة ويكون هذا هو السبب في الزيارة، لو قيل بهذا لكان له وجه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وحقيقة أن الإنسان إذا ذهب إلى القبور وزار فلا بد أن يتذكر الموت ويتذكر الآخرة، لأنه يرى هذا القبر كان بالأمس إيش؟ كان معه على ظهر الأرض يأكل ويشرب ويتمتع ويذهب ويجي، الآن هو مرتهن بعمله، فيتذكر الإنسان. ثم هل يستبعد أن يكون كهذا الرجل؟ نعم أبدا، لا بعد في هذا. الإنسان ربما يخرج إلى المسجد ولا يرجع إلى بيته إلا محمولا، وربما ينام ولا يقوم إلا جنازة، وهذا شيء مشاهد. حكى لنا بعض الأخوة في الأسبوع الماضي كان رجل قد دعا أصحابه إلى وليمة، فحضروا إلى الوليمة بعد صلاة العشاء، وفي نفس المكان وهو والناس ينتظرون العشاء أحس بدوخة في نفسه، فنقلوه إلى المستشفى ومات فورا. هل أحد يستبعد أن يناله مثل ما نال هذا الرجل؟ أبدا. فإذا أنت يا أخي إذا زرت المقبرة تذكر هؤلاء كانوا معك يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتكلمون ويضحكون وينامون ويذهبون ويجيئون، والآن هم مرتهنون بأعمالهم لا يستطيعون أن يزيدوا حسنة من حسناتهم ولا أن يدفعوا سيئة من سيئاتهم. فلو قال قائل إنه ينبغي للإنسان كلما رأى من نفسه قسوة وغفلة أن يذهب إلى المقابر ويزورها لم يكن هذا بعيدا، ولكن إذا زارها ماذا يقول؟ يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم.